نبغى نبدا تفصيل مشروع كلاسيرا وتحدياته وكيف بداتوا فيه. طيب جميل. طبعا في امريكا في ذاك الوقت طبعا اسسنا الشركه وسجلناها في امريكا، وفي البدايه كنت في وسط امريكا، ثم سالت السؤال، بدا كثير من الزملاء يعني يمروا علي ويقولوا لي طبعا السيليكون فالي مصدر الشركات التقنيه بفكره يعني نفسك توصل العالميه هذا المكان. وفعلا بدات يعني ابحث وقلت اذا بسوي شركه عالميه خليني استفيد من البست وخليني استفيد من الافضل. فاتذكر من الاشياء الطريفه انه حتى الموظف الاول في كلاسيرا كان اتذكره اسمه زونجي، هذا راح وحطيناه في السيليكون فالي يستكشف المنطقة قبل، ثم رحنا وفعلا حسينا بأهمية الموضوع. السيليكون فالي كان في وقتها أكثر من يعني 50% من المدارس حتى الخاصة ما تستخدم أنظمة تعلم إلكتروني ذكية، تأخذ أشياء بسيطة جدا في قلب السيليكون فالي. هذا حسسنا قديش الفرصة كبيرة حتى على النطاق العالمي، فروحنا وأسسنا شركتنا في السيليكون فالي. لكن من الأشياء الجميلة إنه من الأيام الأولى وإطلاقنا للمنظومة هذه اللي هي فيها يعني كان متميزة عن باقي قطاع التعليم الإلكتروني العادي، إنه هذه فيها جيميفيكيشن وذكاء اصطناعي وسوشيال ليرنينج، قدرنا نستقطب من أعلى المدارس تصنيفها في أمريكا، بل إنه أحد المدارس كانت معانا من أعلى 1% في الـ SAT في أمريكا. SAT هو زي القدرات في السعودية، فهذه أحد أعلى المدارس تصنيفها في أمريكا. كان الفكر هذا بالنسبة لهم على الرغم أنه شركة ناشئة أو جديدة فكر مميز، وكانوا متحمسين له بشكل كبير. دخلوا معكم كعميل؟ نعم نعم، فكان أوائل العملاء في أمريكا من أعلى المدارس تصنيفا، بعضهم في التوب 1% يعني في أعلى 1% تصنيفا في أمريكا.